عندي سؤال مزيان، سؤال مزيان مزيان بزاف كاع. هل فعلا وصى النبي الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب او الكلب الاسود؟ يعجبوني بهذه الاسئله. وورد حديث، ورد حديث فيه الامر بقتل الكلاب، ولكن خصكم تسموح القضيه لما كيكون عندنا حديث راه ماشي كنقراو كنجيو نطبقو كيما قرينا. كاين شي حاجه سميتها فقه الحديث، فقه السنه، خاص فقه السيره، خصك تفهم داك الحديث فاش من سياق جا، وشنو الحكمه وشنو العله. هنا حديث امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الحديث الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الاسود، قال الكلب الاسود شيطان. هذا حديث. حديث آخر يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بقتل الكلاب، هذا حديث. اللي غيقرا جوج أحاديث غادي يقول لك صافي، فين ما نشوف شي كلب خصني نقتلو، إلا كان كحل آه هذا شيطان، أو ارجموه. أولا ما معنى الكلب الأسود شيطان؟ يعني شيطان من المعنى اللغوي، ما معنى شيطان في اللغة العربية؟ شيطان مشتقة من شطة أو شطاطة. شطت الدار أي بعدت، وبئر شطون أي بئر بعيدة. اللغة العربية في سورة الكهف اش قالوا في تلك الكهف؟ لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ما معنى لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا؟ بمعنى لو عبدنا مع الله آلهة غيره وأشركنا بالله، إن هذا إذن لقول شطط، أي لقول بعيد عن الحق، أي قول ضال بعيد عن الحق. فالشيطان هو البعيد عن الحق، البعيد عن الحق والبعيد عن كل خير، هذا هو الشيطان. في اللغة العربية يطلق الشيطان على الإنسان وعلى الجان وعلى الكلاب وعلى كل ما من شأنه أو كل ما هو يعني فيه شر أو فيه فتنة. مثلا شي واحد كيقول تقول أنت شيطان، يعني أنت خطير، شيطان بمعنى خطير. الإنسان يوصف بالشيطان، الجان يوصف بالشيطان في هذا بهذا المعنى، والكلب الشرس يوصف بالشيطان. فقوله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود الشيطان، أي الكلب الأسود أشرس الكلاب وأخطرها. غيجي واحد هنا غيقول لك ولا وراه كاين اللي كلب أبيض وأخطر من الكلب الكحل، عاوتاني هذا غندخلو في لي راس، عاوتاني غندخلو في لي راس. حنا كنتكلمو على الكلاب اللي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يخاطب الصحابة في عهده الذين عاصروه ورأوه في ذلك الزمن وفي البيئة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كان أشرس الكلاب الكلاب السوداء، مفهوم؟ ثم في الحديث الآخر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الكلاب وقتلها، في حين أنه في حديث آخر الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وينتظر نزول الوحي، فتأخر الوحي عنه صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت فجاءه جبريل بالوحي، فالنبي يستفهم كيفاش الوحي تأخر، فقال جبريل عليه السلام إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. فبحثوا فوجدوا في البيت جروا صغيرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه ولم يأمر بقتله. هو كلب، أمر بإخراجه ولم يأمر بقتله، فعلاش هنا أمر بالقتل وهنا لم يأمر بالقتل؟ وسورة الكهف بينت أن الكلب كان مع فتة الكهف اللي هما فتة صالحين، وعاش معهم وبقى معهم في الكهف، ولوفائه بهم حتى هو ضرب الله على أذنيه وأنامه في الكهف 3 قرون 309 سنة، ثم أيقظه معهم وبعثه معهم وأماته معهم.
إذا واش المشكل في الكلب في حد ذاته ولا المشكل في شي حاجة كتصدق على الكلاب؟ شي حاجة هنا كنقولوا العلة ليست ذاتية وإنما في إنما نقدر نقولوا غيرية صح التعبير، بمعنى العلة ماشي في الكلب في حد ذاته وإنما العلة قد تعتري الكلاب أحيانا فعلى إثرها يؤمر بقتلها. شنو هي العلة التي على إثرها يؤمر بقتل الكلاب؟ السعار، داء السعار أو داء الكلب هو المرض اللي كيجي الكلاب فكتولي الجعرة. شكي يسميوها الجعرة الصعرة، كيولي كيعض إنسان ويعني وينشر فيه الأمراض وينشر فيه السم وما إلى ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وجه العلماء حديث قتل الكلاب، أن الأمر في قتل الكلاب محمول على سد ذريعة أو سد ذريعة أو كف أذى، كف أذى، وهو أن هؤلاء الكلاب أو هذه الكلاب قد تلحق الضرر بالناس إن كانت تعاني من داء الكلب أو السعار وستؤذي الناس، فهنا يؤمر بقتلها. وهذا رافق سائر على جميع الحيوانات وجميع الحشرات، لا يجوز قتل أي حيوان وأي حشرة إلا إذا ألحقت الضرر. والأخرى زين ذكرت هذه الأخرى المذكورة الفويسقة والعقرب والأفعى هذاك الآخر بوبريس، شنو سميته في اللغة العربية؟ اللغة العربية الوزغ، هذه يؤمر بقتلها. لكن الأخرى إن لم تلحق الضرر لا يجوز قتلها، حتى الدبانة لا يجوز قتلها إلا إذا كانت تلحق الضرر، الإذى يعني مثلا برزطات في الطار بزاف وغتولي تكلس على الماكلة وغتولي كذا، وخاوة في حديث ديال أنك تغمسها في الماكلة إلا طاحت فيها. لكن عموما بصفة عامة إذا آذتك كثيرا فسعى إلى إخراجها، فإن لم تخرج في ذلك ساعة جاز قتلها. إذا كان فيه لمس أنت باش نعرفه فيه لمس، هو الاستئذان. إذا كان الجني هو متشكل ما تقدرش تعرف الاستئذان مزيان، أنت استأذن ثلاثا مزيان، وحجر عليك بالله أن تخرج من هذا البيت إن كنت جنيا إن كنت شيطانا، يجوز ذلك وهذا من السنة. لكن هذاك الحديث اللي فيه أن أحد الأنصار في ليلة الدخلة دخل إلى البيت فوجد أفعى فضرب عنقها فمات في البلاصة، فقال الصحابة والله ما ندري أيهما كان أسرع إلى الموت، الحية أم هو. الصحابة ما قدروش قاعد يحددوا شكون اللي مات قبل غير مجازا، وإلا عرف بين أنه ما دام ماتت هي بضربة السيف أو كذا، إلا رأى هو اللي سبقها في القتل، قتلها أولا ثم قتل بعدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بهذه الأماكن إخوانكم الجن، والجن يتشكلون على شكل أفاعي وعقارب وقطط وأي صورة بغاو حتى بصورة الإنسان. فلما قتلها قتل الجني، فهي ماشي أفعى مسكونة، لا هي أفعى متشكلة، وجني متشكل على صورة أفعى حية. لكن إذا كان مثلا حشرة مسكونة من الجن أو كلب أو كذا إلا قتلتها راه كيخرج الجن، ولكن إلا بغيتي تأذي راه يقدر يأذيك إلا ما كنتش محصن، باش نكونوا متفقين. تقدر إلا بغيتي أذي كلب مثلا وكان مسكون ممكن الجن اللي فيه يأذيك إلا ما كنتش محصن. الآن بعد قبل ما نفتحوا أسئلة واحدة أخرى، مفهوم الكلام حتى الآن حيت بعض الناس كياخذوا هذه القضية ديال قتل الكلاب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب أي صحيحة كاينة، لكن العلماء وجهوا التوجيه الصحيح أن هذا القتل محمول على كف الأذى الذي يمكن أن يتعرض إليه الإنسان من قبل هذه الكلاب الضالة أو التي أصيبت بداء الكلاب أو السعار أو مشاكل ذلك. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل الكلاب إلا في حالة خاصة ليست في حالة عامة، يعني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل جميع الكلاب، بل كلاب خلق من خلق الله وموسومة بالوفاء، ومعلومة أنها موسومة بالوفاء،
والأحاديث الأخرى ذكرت الكلاب ولم تذكر قضية قتلها، وذكرت لكم منها حديثا واحدا وهو أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج الجروي من البيت دون قتله، والأمر واضح في هذا. إذا كان السؤال عنده علاقة بدون ديروا فرقة بوحده. كان ظن الجين خصو تكون عنده واحد الطاقة معينة باش يقدر ربما يتشكل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أين؟ أي بحال 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 والعلم لله سبحانه وتعالى.